ما حكم بيع الشقق قبل استلامها من الدولة؟ من أتاك ومعاه وصل بشقة فاز بيها من الدولة وقال لك أنا عاوز أبيع الوصل دوت واستلم أنت الشقة وكمل ثمنها، قول له ما ستكسبه من بيع هذا الوصل حرام، فلوس حرام. طب ليه يحرم بيع الشقق قبل استلامها من الدولة؟ لأن فيها مخالفتين شرعيتين. أول حاجة بعت ما لم تقبض وحرام بيع ما لم تقبض. تاني حاجة بعت ما لم تضمن وحرام بيع ما لم تضمن. طيب يقول لك طب أنا دلوقتي معيش فلوس أكمل ربع الشقة ولا أستلمها، قول له قدامك حلين. الحل الأول تستلف لحد ما تستلم الشقة، لحد ما تدفع ربع ثمن الشقة وتستلمها وبعدين تبيعها وتسد للناس. الحل التاني تجيب واحد يبقى شريكك، حرام تبيع له، شريكك هو اللي يدفع واللي مثلا نص الشقة ثلاث أرباع الشقة زي ما تتفقوا، وبعد ما تاخد أنت محضر الاستلام تبيع له نصيبك بسعر يومه مش بسعر ده، بسعر يوم خلاص، وانتوا الاثنين شركاء مع بعض وضامنين. طيب احنا التفاصيل هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في الكتاب ده، افضل كتاب في البيوع، وكلكم ان شاء الله تعالى تجيبوه، وبيتباع بسعر التكلفه وفي كل التفاصيل اللي انتوا عاوزينها.